سنة سعيدة علينا كلنا وعلى الكابتن محمود الخطيب وجماهير النادي الأهلي والسوبر زي ما بقول لحضراتك، وجه في ميعاد مناسب جدا للانطلاقة وعودة البطولات والعودة للوقوف على منصات التتويج لفريق النادي الأهلي إن شاء الله، سواء على مستوى المحلي في الدوري والكاس أو حتى على مستوى الأفريقي في الـ11 والبطولة الأفريقية إن شاء الله تكون من نصيب النادي الأهلي.